إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. راح نديروا الفيديو هذا إلى الجيش وعلى رأس الجيش القائد الأركان القوات المسلحة القايد صالح. ربي يحفظ هذا الجيش، وربي يحفظ الجيش، وربي يحفظ الجيش الوطنيين هذا، ربي يحفظكم. والمسيرة تموا مع الشعب وحميوا الشعب، والحمد لله يا ربي على بالنا رانا نشوفوا التغييرات. المراكز الحساسة الأمنية الحساسة راهي تغيرت إن شاء الله بربي، إن شاء الله لصالح الشعب كل. وحنا واعيين 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 واش نهي الحرب. عملاء فرنسا واش راهم يتفلسفوا يقول لك باللي هي حرب مصالح بين قيادة أركان وتوفيق وسعيد، وحرب نقول لكم الشعب الحقيقة يا وحرب على لوبي فرنسا، وحرب على لوبي فرنسا. هو الجنرال اللي جابوه القايد اللي حكم المخابرات العدو الاول تاع فرنسا، هو على اهتموه وثروا عقابه اكل وخطك شو هو اللي يجبد، هو يجبد الخيوط تاعهم اكل. هذوك الاحزاب وهذوك الجران وهذوك القنوات وهذوك المؤرخين وهذوك المجاهدين الكبار وهذوك اللي كانوا كل تابعين للمخابرات المختطفه في فرنسا، هو يتكشفوا كل. هو شتو تاع الجامعه اللي تحكم داخل الجامعه الجاسوس الكبير، موش طالب كان مدرق وبوشاشي تما وراه معقب الطلبة باه بعد بن صالح ما يسقط بن صالح وما على بالهم بن صالح يسقط وبدوي يسقط هو على بالهم. هما راهم يبريباريو مع قناة الغد وقناة العربية اللي يقول لكم هو الإمارات هي مع الجيش، هو يبريباريو وسمعهم في الشارع واش راهم يهضروا التقارير تاعهم والمحللين يجيبوهم. هما عقاب بعد بن صالح لازم يبقوا المطالب حجرة في الصباط وبعد المظاهرات حتى نهار انصدام الشعب الجيش. القايد او ندائي مني مواطن ندائي، انا ما نضرب اسم الشعب ولو حق المصحف في حياتي ما خدمت في الدوله، او نهار على عقبت عامين عسكر بطل. يا ولدي نحبوهم في الحبسه يا باش زيد تركب الثقه بين الشعب والجيش 100% او 100 ذوك 1000%، او زيدوا نديروا الهجن يبقاو لهم الشك او نحيوا لهما. يا وراه لوبي فرنسا عنده الاعلام بزاف والصورت بزاف، يا وراه تولها كيف راه مركزين كيف راه منشورين، هذه مخدومه من سبق الفيلم او مخدوم سبق كانوا مدربينهم كل واحد واش مقنطيشوه، كل واحد هذوك سمو القنوات معروفين ضدنا معروفين كلش، وهنا المزروعين صحاب اليوتيوب اللي خدموا القنوات خدموا اكبر قنوات تاع الجيش الالكتروني تاع اليوتيوب تاع المغرب، وراه كلش بريباراسيون. كي خرج رب العالمين الشعب انتفض، واحد ما صوروا الشعب اثر وحده يا واستغلوا الفرصه راهم يحوسوا يديو الموجه، واك ظل تنادي بها انت في الخطابات تاعك. لازم تكونوا متفطنين وما تقلقوش على بالنا متفطنين وما تقلقوش. او بالصح نقول لك كلمه، او هبط لنا السعيد بوتفليقه، هبط لنا السعيد بوتفليقه ويحيوا الجماعه هذوما الكل، لازم يهبطوا الحبسه. ابقى لنا اللوبي تاع فرنسا اللي داخل المعارضه يا ولدي ساهله، يا ونحاربوه بربي ان شاء الله يولي يتخبى في الديار ماشي يخرج الشارع، او الشارع يقول لي اللي يحكموا يطردوا. يلزم القنوات تعاونونا بالصعب بشرط الشعب والجيش يد وحده، الهدف واحد. من السعيد وهبطك كل حبس، حذاريك ما ترى لنا خيانه في الطريق. إلا صارت خيانة في الطريق وعلى بالك بلي تنفجر الأوضاع، وهما راهم يديروا الحجار في الطريق باه ما تتمش المسيرة، باه يقولوا بلي الجيش خاين، وعلى بالنا شكون القضاة تعمان، وعلى بالنا بكل شيء. يا الشعب ذوكا طالب من بيتور، حنا في أزمة اقتصادية كبيرة وجينا من قزمة، وحنا عندنا الإمكانيات كيفاه نخرجوا. يا ولدي الشعب كل قابل بن بيتور النحي ورب بدوي السراق الكبير هذا، او صحابو غير المقاولين والولات الول كيما لقيتو عندهم دوله، او يديروا والي يديروه وزير اول من بعد مع صحابو وزير الداخليه يكفر الولات كلها. واليوم واش مطلبنا من الولات ولا المير، او نبقاو هدفنا الواحد ما نتفتوش المطالب، او بن صالح والجماعه ونسقموا الرئيس ننتخبوا الرئيس ومن بعد نوليو ليهم. ها هو سيد القايد، ها هو الجيش،
يجب ان تثبت الشعب يزيد يثيق 100%. كاين الناس اللي مازال عندهم الشك، يا الناس كل ماشي من قال ما يعرفوا السياسه، او كاين اللي تجيبها له تهضر نهار طول ما يفهمش، بصح قادر تهضر له كلمه يولي خلاص قادر يولي السلاح ويقتل. لازم تعبروا الشعب هذا، واحد قاري واحد مش قاري، واحد واعي سياسي واحد مش واعي، واحد كل واحد كذا. يا ما الاخر نلقى قالت على فلان الخامج بالغدي بنو سرق الدار الرشاوي تاع الدي بي تي، باغي يرشحهم الدي بي تي هو بويو 140 مليار، على الاخر نلقى راه يولي لنا فلان. واش السوا هذه تسمى؟ واش نقولوا للشعب حنا؟ ويحيى راه يترشح لي رئيس، على بالنا اللوبي داخل تاع فرنسا يحوس لازم يطربقها هو اللوبي تاع المعارضه. وحاشا لله نقول الدوله بلي اللوبي فرنسا كورولا المعارضه، حاشا لله الشرفاء والعظماء وفيها كلش ديمقراطيين ووطنيين اسلاميين، فيهم الشرفاء وفيهم ولاد الجزائر اللي يحبوا الخير للجزائر الى يوم الدين. لازم ها ولادف على بالنا الناس اللي راهم يقولوا القايده ويحوسوا على الجيش، على بالنا امر من فرنسا. وبعد الاجتماع تاع الجزائر تاع الاحزاب وتاع الطرطاق والجماعه والاجتماع اللي في فرنسا تاع المعارضه خرجت تكساك امر، وما كانش تزيد تقول لي معارضي اسلامي ولا ديمقراطي، او خرج مباشر خاطرك مصالح فرنسا تهدد خلاص. نحيو لنا الشك هذا اللي بقى في بعض الشباب مساك ما يعرفوش، وعلى بالنا انت رئيس الاركان يتفرجك العالم وكي كي تخطب تمد نقاطي، ومن بعد يجوا المحلين هما يحلوا. وبصح القنوات الخاصه تاع ربراب تاع حد تاع ضحكو تاع ربراب تاع او تاعهم كلها، او يجيبوا لي يحلوا لي ضد باش الشعب ما يفيقش. والله العظيم شتهم كي جابوه حللت انت الخطاب الاخر تاعك او قناه الشروق، او جبت محلل والله العظيم غير قلب الهضره كل. وانا نسال قناه شروق النهار الاول تاع الاجتماع سربتي وقالوا تاع الجيش وحطوا عقابك الكل، او خفتوا والله كي تقلبتوا وقتها، او خفتوا كي تقلبتوا والله وفهمونا واش نهي. يا قناه يا تاع الحركي قناه النهار يا ولي دارت العار في الجزائر تاع السعيد هذا دوكا وخلاص عرفوا باللي راح. يا ولا تجيب انا اقسم بالله غير يهضروا الحقيقه، والله ما تقاطع واحد وهضر واش تحب، اهضر في النهار ما يهضروش عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.